طيب معانا الحين سعادة العميد الدكتور راشد الخضر الزعابي، نائب رئيس المجلس القانوني والمتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية. سعادة العميد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا وبركاته. يا دكتور، كيف الحال؟ الله يسلمك ويبارك فيك إن الله شاء الله. يبارك فيك، تحية جزاك الله خير. يا نحن أهلا سلمك الله وسهلا. ما سمعنا سابقا في موضوع التأمين أو وثيقة التأمين لضمان حقوق المؤمن تجاه العمالة المنزلية بالتحديد، سواء كانوا من الفئة المساعدة، سواء كانوا خدم منازل أو سائقين أو غير ذلك. ولكن يبدو أن هذا القانون طبق في إمارة دبي والآن في دراسة لتطبيقه أعتقد على مستوى الدولة، فنبغى نسمع منك التفاصيل، جزاك الله خير. نعم، جزاك الله خير. هو عملية الاستفسار أصلا فيها خلط في الموضوعين. هذه موضوع دبي هذا موضوع منفصل يتكلم عن التأمين الصحي. التأمين الصحي نحن نتكلم، هي هذا أمر آخر عيال أنت تتكلم عنه. لا، في إمارة دبي هذا كان قانون صادر من في إمارة دبي، وكان محلي. يتسلسل محلي. نعم، إيه. يتسلسل في عملية التأمين الصحي للمقيمين في الإمارة. آه طيب. أما المشروع هذا الآخر هو مشروع، هي مبادرة، آه. يعني أطلق عليها مبادرة الخير، تلبية وتزامن مع إعلان سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله بأن يكون عام 2017 عام الخير. فكان في مباحثات وشراكة مجتمعية بين الوزارة وبين شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين لإيجاد مشروع اجتماعي إنساني خيري. واحنا نحط بين قوسين مشروع اجتماعي انساني خيري، فهو في الاساس موضوع اختياري. آه حلو، طيب بس ممكن نفهم شو تفاصيله حتى الناس تتشجع له سعادة هاي العميد؟ الخط، اول شيء العنوان الرئيسي هو مشروع واختياري، ثاني قسم او ثاني يعني مرحله من المشروع هو تقديم خدمه من شركات القطاع الخاص للمجتمع. شو هذه الخدمه؟ هذه الخدمه طال عمرك التامين ب 100 درهم للسنة يغطي التحديات اللي تواجه الكفلاء بالنسبة للفئات المساعدة مثل الشو؟ في ثلاث حالات: واحد حالة الهروب، حالة الوفاة، حالة عدم اللياقة الصحية بعد التجديد. فهذه الحالات الثلاث إذا الكفيل وصاحب العمل أمن من البداية ب 100 درهم سنوي على المكفول في أي وقت وقعت إحدى هذه الحالات، الشركة تتحمل. في حالة الهروب تتحمل قيمة تذكرة السفر، بس في حالة الوفاة تتحمل نقل الجثمان إلى بلد الأصلي حلو للمتوفي، في حالة عدم اللياقة الصحية تتحمل أيضا بتوفير تذكرة السفر لإعادة العمل. حلو، واضح جدا. يعني الان نعم، سلمك الله سعاده العميد، اذا انا مامن على الخادمه عندي في المنزل نعم، او السائق او ايا كان، وبعد ذلك هذا السائق هرب. الان اذا انا كنت مامن عليه، قيمه لما اصير ابلغ يقولوا لي عاده ادفع قيمه التذكره، الحين انا ما نعم، ادفعها وانما شركه ما التامين هي تدفع، تدفعها. هي تدفع لو بلغت 5000 درهم انا ما لي علاقه فيها. ما المهم قيمة التذكرة لإعادة لبلده تتحملها الشركة. جميل جميل. ونفس وفي الأمر أي في وقت حالة يعني، الوفاة أو في نعم، حالة عدم اللياقة. وفي حالة الوفاة وفي حالة عدم اللياقة. نعم، جميل. طيب ها طبعا هو الغرض من المشروع هذا يعني مشاركة القطاع الخاص، يعني الشركة التأمينية من القطاع الخاص وقدمت هذه يعني نحن نقول ميزة أو خدمة منخفضة التكاليف، يعني قيمة ال100 درهم تعتبر قيمة عدل، ولا شيء منخفضة ولا شيء. نعم بالنسبة للخدمة اللي بتقدم، بس فهي مشاركة من القطاع الخاص في الخدمات المجتمعية الإنسانية الخيرية، أي اسم تطلق عليه، هي في النهاية خدمة اختيارية تقدمها الشركة. طيب سعادة العميد، بس مرة ثانية لو تقول لي اسم الشركة. إكساء الهلال الأخضر. إكسا الهلال الأخضر. نعم، إيه. فهذه جزاها الله خير، الشركة هي اللي قامت بهذه المبادرة على مستوى الدولة سعادة العميد. نعم، على مستوى الدولة. طيب كيف الواحد لما يستخدم الخادمة أو السائقة اللي هم الفئة المساعدة، كيف يسأل عن الموضوع هذا، ولا في نظام بيدخل في الوزارة؟ يعني التفاصيل هذه الامور الفنيه ان شاء الله بنحاول احنا في الفتره هذه القريبه بنخلي الاعلام عندنا في الداخليه زين على الاقل يحط التواصل ويحط بعض من التفاصيل على موقع الوزاره، وان شاء الله بنخليهم يشرحون. طيب آخر وهي لو واحد دخل على موقع الشركه بيلقى التفاصيل، طيب يعني آخر سؤال مو سعادة العميد إذا سمحت لي، جزاك الله خير.
تفضل. متى متوقع بدء تنفيذ هذه المبادرة الجميلة؟ موجودة من البارحة، من يوم آه من أعلنا البارحة. الشركة مستعدة يعني لقبول طلبات الإخوان في أي وقت. جزاكم الله خير. نعم، وجزاكم الله وهي خير كذلك. يعني أساس ما يكون في خلطة، هي خدمة اختيارية. اختيارية نعم، حتى ما يقول واحد لا والله دفعوني بعد 100 درهم لا وأنا ما لا باها لا وأنا لا هات تباها أهلا لا وسهلا، لا ما ما تباها برأيك. هي لا لا ما تبقى برأيك، هي خدمة اختيارية تقدمها الشركة، وثيقة تأمين يعني لا بالعكس، هذا أمر وضحناها. طيب، هذا وايد طيب الأمر هذا، جزاهم الله خير. نعم، هذه سالفة الآن. مشكور سعادة العميد، وجزاكم الله الله خير على يحييك، مبادراتكم الجميلة كذلك وجهدكم الله الطيب. يسلمك، الله الله يبارك يوفقكم إن شاء الله، موفق موفق، بارك الله فيك.